ننظر للنقل الجماعي اعلان عن توزيع الارباح دلاله على انه الشركه يعني ما استطاعت انها تحقق ارباح ضخمه، لكن في قدره ورغبه على انه الدوله يعني انها ممكن لانه لا ننسى انه الشركه في نوع من الضمان للربحيه فيها. فانا ماني داري انه هل تم الغاء الضمان هذا او انه مستمر على اساس انه الدوله بتضمن 7% ربحيه للمساهمين حقون الشركه دي، نظرا لانه الشركه بتواجه منافسه شرسه في سوقها الداخلي، وبالتالي احيانا كثيره بتحدث خسائر نتيجه لتقديمها خدمه اكثر من اللازم. لكن ما في شك انه الاعلان عن توزيع الارباح، وهذه ما تم العام الماضي، بيجعل المستثمرين او المساهمين اكثر يعني رغبه في النظر في السهم والاستثمار فيه، خاصه اذا كانت النسبه اللي توزع يعني الشركه بتباع الان باقل من قيمتها الدفتريه. فبالتالي الاعلان عن توزيع ارباح ما هو شك حيعني نسبه ضخمه من يعني لو وافقت الشركه انها توزع 70 هلله او ريال حتى، بتعني في النهايه انه انطباع انه النسبه نفسها ضخمه جدا ما هي صغيره بالنسبه للمستثمرين في السوق، فبالتالي انعكس بصوره ايجابيه على سعر سهمها. ما في شك انه بالنسبه لزين يعني الاخبار ما في شك انه عارفين انه في عمليات اعاده هيكله بالنسبه لراس المال، وربما في اهتمام على عملية هل هي دمج ولا هي عملية شراء مباشر لحصة زين في السعودية بالنسبة للعديد. ما أعرف، ما يعني ما سمعت الخبر مضبوط أنا. نعم يعني قد تكون إذن هناك حصة، يعني هناك اهتمام، أبدو نوع من الاهتمام بشراء حصة من زين السعودية، لكن التفاصيل قد تكون يعني قد تصدر لاحقا. هذا ساعد السهم وأيضا قد يساعد لاحقا فيما بالنسبة لوضع الأسهم في السوق الكويتية، باعتبار أنه زين عادة ما يكون قيادي في توجهاته. طيب لننتقل إلى وضع قطاع الاتصالات بشكل عام دكتور، هل نحن أمام خارطة جديدة؟ يعني حتى سهم الاتصالات السعودية أبدأ في تداولاته بعض التحسن في الربع الأخير من العام. ما في شك أنه تدخل هيئة الاتصالات قبل فترة وإلغاء عملية الرومينج اللي تتم المجانية أو التصرفات المعينة المنافسات السعرية اللي كانت تتم من قبل الشركات، ساهم في نوع من الاستقرار لدخل الشركات وساهم في ارتفاع دخلها. لو تجي تلاحظي انه بالنسبه لشركه موبايلي وشركه الاتصالات، لو نجي ننظر لعام 2009 مقارنه ب 2010 نجد انه في تحسن في الربحيه وفي نمو للربحيه بالنسبه للشركتين. حتى زين نفسها ان حجم الخسائر بدا يقل نتيجه لقدرتها على الدخول في السوق بصوره اكبر والحصول والحيازه على جزء اكبر منها. فبالتالي انا اعتقد انه سوق الاتصالات في ظل غياب المنافسات السعريه او خفه المنافسات السعريه حيؤدي الى تحسن ايرادات الشركه نفسها نتيجه للنمو الحالي ونتيجه لحركه السياحه الخارجيه اللي بتتم، سواء كانت من الحج والعمره او من السياحه اللي بتتم من مختلف الدول، حتعزز الطلب على خدمات الاتصالات وبتساعد على تنميتها. ولا ننسى انه الان نحن بندخل في عالم بتكون فيه ثوره في الاتصالات، فبالتالي بنجد انه نوعيه الخدمات وتطويرها وتقديمها الان اصبحت بصوره كبيره. زمان كنا نعرف بس الخط الثابت والخط المتنقل، والخط المتنقل ما كنا، لكن الان مع الانترنت ومع الثوره الحاصله حاليا الان المعادله بتاخذ شكل جديد. حتى الانفاق الراسمالي بالنسبه للقطاعات دي ما بيتم بالصوره اللي كانت بتتم في السابق، فبالتالي فرص الشركات انها تستمر في تحقيق الربحيه والنمو مقابل انفاق راس مالي منخفض حيعزز ربحيه الشركات ويعزز النظره الايجابيه لها. وانا اعتقد انه هذا اللي رايناه الان ولا نزال نراه في الفترات القادمه من زاويه تحسن الربحيه ومن زاويه انخفاض المنافسه الحاده اللي كانت بتتم في السابق، واللي انقلبت نوعا ما الى نوع من المنافسه الايجابيه في امور اخرى خلاف السعر. نعم، وخصوصا ما نراه على أسهم الشركات التكنولوجيا إن كان في أوروبا وأمريكا، وهذه الارتفاع الصاروخي بالنسبة للأرباح. أيضا دكتور، إن كنت قلت على ثورة في التكنولوجيا، ثورة في الاتصالات، يعني البارح حتى كان لنا حديث عن موضوع وضع أنه هل تحتاج ربما الخارطة العقارية في المملكة لأن تتغير، يعني الاتجاه ربما للمباني العمودية أكثر من الاتجاه الأفقي، يعني باعتبار هذا الارتفاع المهول في أسعار الأراضي، أسعار وحتى بالنسبة لتأمين البنى التحتية، فالأفضل ربما إلى تغيير هذا النوع من المباني. هل من الممكن ربما أن نرى توجه جديد في الوضع العقاري؟
أنا أعتقد أنه العائق الأكبر الآن في وجه النمو العقاري والتحسن اللي هو أن إحنا بالنسبة لنا اللي هي الجهة الرسمية أو الحكومية نفسها، الآن نجد أنه عملية منح التراخيص بتاخذ فترة طويلة، عملية كود البناء والإصرار على التوسع الأفقي ما في أي فائدة بالنسبة للبلد. زي ما تفضلتي أنه أنا لما أجي أخذ سعر متر الآن الضعف مثلا في منطقة جدة، في مناطق معينة توصل إلى 6 و10 آلاف وأحيانا إلى 20 ألف ريال، كيف أستطيع أني أمتصها عن طريق التوسع الأفقي؟ أنا أحتاج إلى توسع رأسي حتى أستطيع أني أعيد سعر المتر إلى الحدود المقبولة واللي أستطيع من خلاله أنطلق. ما هي الأسباب لمنع ربما انتشار مثل هذه الظاهرة؟ هل هي أسباب جغرافية طبيعية، ربما حتى أسباب اجتماعية؟ الناس تفضل ربما لا تفضل أن تسكن في هذا الشكل من البنايات العالية. ما أعتقد أنها أسباب اجتماعية، أنا أعتقد أنها أسباب كلها إجرائية حكومية أكثر من أي شيء ثاني. إلى الآن لا تزال عندنا البلديات والوزارة لا تزال إلى الآن عايشة في عالم مختلف عن واقع الحالة اللي بيفرض علينا، لا تزال عملية الرغبة في ترك المجال للتطور العمراني ولوجود المباني. يعني نأخذ مدينة زي مكة المكرمة مثلا، نجد أنه انتشر فيها البنيان الرأسي أكثر من انتشار البنيان الأفقي. طب ايش اللي خلف مكه والمدينه عن انه باقي المدن ما تاخذ نفس باعتبار انه مطلوب فيها. يعني باعتبار انه من يزورون مكه المكرمه طبعا يعني كميات كبيره، والمواطن ما له حق وما له حق انه يطلب وما له حق انه يحصل. الان انا لما اجي ابغى اشتري عماره او ابغى اشتري اي شيء اجد انه السعر وصل الى حدود خياليه، ما استطيع اني اقدر اشتري الا هذه الشقه، لكن في مناطق اخرى استطيع اني اشتريها نتيجه للتوسع الافقي. ليش ما بيدوا المجال للتوسع الافقي؟ ليش ما بيسمحوا به؟ لانه نحن الى الان نحن عادمين البنيه التحتيه حقتنا نتيجه للتوسع الافقي هذا. يعني الان الانفراستراكشر المطلوب لجده لو كانت ملمومه جده وكانت موجوده في منطقه بسيطه اكثر بكثير اسهل خدمتها مما الانتشار الحالي. ولا ننسى انه المناطق البوره اللي داخل المدن هذه واللي بتتطور بعدين بسرعه برضو تعمل نوع من الاسترس على البنيه التحتيه. بالطبع. يعني لما نيجي نطل لمدينه زي جده نجد انه 51% منها لا تزال اراضي بوره واراضي فاضيه وفراغات موجوده، في حين انه المدينه بتتسع، عمليه المجاري، عمليه الطرق، عمليه الخدمات المختلفه، عمليه البنيه التحتيه، كل هذه بتاثر بصوره مباشره وبتاثر على قدره الجهات المختلفه اللي بتقدم الخدمات. فلابد انه يكون في نوع من اعاده رسم الخريطه زي ما تفضلتي، واعاده النظر للعمليه دي، وترك المجال للتوسع الافقي. ليش نحن نلغي التوسع الافقي؟ ليش جده يعني مناطق كبيره فيها ما تجدي الا عماير 3 أو 4 أدوار، في حين المناطق ممكن تستوعب الى انه تطلع الى 10 أدوار. طلوع الى 10 ادوار تخيل انت بتوفر 60% زياده في منطقه اوريدي مأهولة وموجوده فيها الخدمات. بالطبع. ايش اللي يمنع؟ نعم. طيب خلينا نتكلم ايضا على قطاعات اخرى، من هي القطاعات ربما التي ستبرز؟ يعني يقولون انه نجم التشييد والبناء فعلا بدا يسطع وبقوه، هل برايك ترى مثل هذه التوجهات دكتور ياسين؟ لا، انا ما اعتقد انه الى الان لا يزال قطاع التشييد والبناء من القطاعات اللي ما حققت نمو ربحي خلال عام 2010، وبالعكس تراجعت ربحيتها خلال 2010. هل تستطيع الشركات انها تستفيد بصوره اكبر؟ اعتقد انه معظم الشركات بتنظر الى الزيادات السعريه وبتنظر الى المنافسه الحاليه الموجوده، فبالتالي انا يعني بالرغم من حجم المشاريع اللي طرحت في عام 2010 وبالرغم من حجم النمو، لكن القطاع نفسه ما نما ربحيا. لابد انه نعيد النظر في نفس القطاع وننظر ايش هي المشاكل اللي بتعتري مختلف الشركات الموجوده، لانه نحن لو نجي ننظر لقطاع تشييد البناء نجد انه ياخذ خارطه ضخمه جدا، لكن لما نجي نشوف الانشطه اللي بتمارس من قبل الشركات نجد انها محدوده وموزعه في مناطق معينه. يعني مثلا نجد في مجال الكيبلات والكيبلات، نجد في مجالات التقنيه والاتصالات، نجد في مجالات المقاولات، لكن ما بتغطي المساحه كامله لعمليه التشييد والبناء، لانه لا تزال عدد كبير من الشركات الممارسه في النشاط خارجه عن هذه، او انها شركات دوليه بتدخل. ليه ما نجبر الشركات الدوليه اللي بتدخل سوقنا الى انها تتحول الى شركات مساهمه يتم تداول اسهمها؟ يعني لما نيجي نطل لدول زي استراليا مثلا او دول زي جنوب افريقيا بنجد انه بتجبر الشركات العالميه اللي بتجي فيها سواء كانت معروفة عالميا أو عندها قدرة عالميا ضخمة إلى أن توجد لها فروع وتطرح هذه الفروع أو أسهم الفروع داخل بورصة الأسهم، فبالتالي بتوجد مجال للتنويع وبتساعد على استقرار الشركات الضخمة العالمية دي في السوق المحلي. كانت من السابق نظرة والتوجه
والآن للأسف مشاريع ضخمة دخل كبير بيجي منها لكن كله بيخرج خارج الحدود. نعم. طيب وبالنسبة لسابك وبشكل سريع دكتور، أين ترى سابك في هذه المرحلة؟ هل ستقفز قفزات قوية فوق 110 ريالات أم ستستقر عند هذه المستويات لبعض الوقت؟ التوقعات أنه سابق كان أرباحها تتجاوز 6 مليار، ما حققت 6 مليار، كانت قريبة منها. التوقعات أنه خلال العام القادم نتيجة لعدد كبير من الاستثمارات اللي تمتلكها سابق ونتيجة للاستثمارات الجديدة ربما نشاهد الربحية حقها تقفز فوق حاجة 6000. إذا استطاعت سابق أنها تتعدى 6 مليارات نتوقع أنه السوق حيستجيب إيجابا لها وحتبدأ تصعد سابق، إذا لأنه أنا أتوقع أنه سابق خلال العام القادم أرباح ممكن تتجاوز ال 24 مليار. نعم، أشكرك دكتور ياسين الجفري وأنت عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة على كل هذه المعلومات. إذن تذكير أخير بالنسبة لوضع المؤشر، 30 نقطة زيادة، المستوى 6722 نقطة. اليوم لم يستطع المؤشر أن يصل فوق الثلاثة أو السوق، يعني كميات تداولات أو قيم تداولات لم تستطع أن تجذب الثلاثة مليارات، كانت أقل بقليل من هذا المستوى. بالنسبة لوضع الكميات أيضا كان قليل إلى حد ما، والكميات بحدود 127 مليون سهم. كل القطاعات أشارت إلى ارتفاعات واستثناء وحيد لقطاع الزراعة، وأيضا لاحظنا الكثير من الأسهم القيادية اليوم كانت في مناطق شرائية لكن في مناطق التذبذبات كانت ضعيفة بحدود النصف نقطة مئوية لمعظمها. إذن هذه كانت الأوضاع لجلسة اليوم، شكرا لحسن المتابعة. الأسهم السعودية برعاية سامبا تداول، الوسيلة الأذكى للتحرك في سوق الأسهم.